عسلامة، اسمي صابرين حمروني، عمري 24 سنة، اتوديانت اي بزنس ماستر و بريزيدانت في AIESEC مدينة ان تونيزيا. AIESEC هي اورغانيزاسيون انترناسيونال موجودة في اكثر من 120 دولة. ميسيون نتاعنا هي وي سترايفينغ تو اتشيف بيس والديفلوبمون تاع البوتنسيال هومان. كيفاش؟ اترافيغ دي زوبورتينيتي ديشانج اللي نبعثوا عباد للستاج برا ونجيبوا عباد لتونس. علاش؟ تو ديفلوب الليدرشيب نتاعهم، على خاطر وي بليف اللي الليدرشيب از سكيل ان ات كان بي ديفلوب في اي عمل موجود في الدنيا. بيسكو احنا اورغانيزاسيون نخدموا على اللوكينغ ليدرشيب، ان اوردر تو بي ا ليدر معناها لازمك لوت اوف سوفت سكيلز اللي تستحقهم في حياتك. واترافيغ AIESEC هذا هو الامباكت على البيرسوناليتي نتاعك، ستادير انه باش تتعلم الكوميونيكاسيون، باش تتعلم ترافاي ديكيب، باش تتعلم كومون جيري لو ستريس، كومون جيري لو طون، كومون جيري لي كريز، كومون بروند اون ديسيزيون. والحاجات هذوما الكل اللي تعيشهم في AIESEC اترافيغ دي زيكسبيريونس براتيك في تشالنجينغ انفايرمنت. AIESEC عندها اكثر من 30 سنه موجوده في تونس، ستادير اللي فما اكثر من 30 جينيراسيون تعداو بAIESEC. هذه الحاجه كي فاسيليتي نهار اخر سي تو فا شيرشي ان ستاج والا خدمه، اللي باش تلقى عباد ديجا على 10 زونتربريز، باش تلقى 8 زونتربريز يخدموا فيهم دي AIESECer. دونك باش تلوج على ستاج ولا باش تلوج على خدمه، باش تلقى برشا عباد يعرفوا شنو انت خدمت في AIESEC، يعرفوا شنو هي الاورغانيزاسيون هذيا اللي انت كنت تخدم فيها، هذيا كيفاش تنجم تكون طون بالنسبه للستاج في تونس. بيسكو اوني اون اورغانيزاسيون اللي تخدم على ليشانج، سيتادير اللي فما برشا دي زوبورتينيتي دي شانج في برشا بلدان من العالم الاخرين، سيتادير تمشي غاديك بور اون اكسبيريونس فولونتير ولا اون اكسبيريونس بروفيسيونيل، وين تتعلم الكروس كلتشر اكسبيريونس، وين تتعلم برشا حاجات على البلاد هذيك اللي بعديك تنجم ترجع لتونس وتمبليمونتيها في السوسايتي نتاعنا احنا. واوف كورس في هذا الكل ديما عندك لاتستاسيون دو ستاج نتاعك، اللي ان ستاج على ليسيل انترناسيونال سي بوكو بلو لور في السي في، دونك كيلك سوا ناسيونال ولا انترناسيونال في الحالتين AIESEC تنجم تفيدك. في AIESEC عندنا دو تيب دو ديبارتمون، عندنا لي ديبارتمون دو فرونت اوفيس ولي ديبارتمون دو باك اوفيس. بالنسبه لي ديبارتمون دو فرونت اوفيس هما اللي فيهم لي ممبر اللي يبعثوا لي جون في دي اكسبيريونس دي شانج لبرا، والا يجيبوا دي زيترونجيل اكسبيريونس دي شانج هوني في تونس. بالنسبه للباك اوفيس دونك عندنا الماركتينغ، عندنا الفينانس، عندنا الريلاسيون بوبليك، وعندنا التالنت مانجمنت. اول ما تدخل لورغانيزاسيون كممبر سي اوبليغاتوار انك تكون في لي ديبارتمون دو فرونت اوفيس. نجمو تلقاونا على الباج فيسبوك والكونت انستغرام AIESEC تونيزيا، اللي غاديك تلقاو فيها الابديت نتاعنا الكل، كلكو سوا الريكروتمون ولا كلكو سوا لي زيفينمون اللي وي اورغانيز ولا لي سيرفيس اللي وي اوفر فور تونيزيان يوز. AIESEC من اكثر البلايص اللي تعلمت فيهم برشا حاجات، AIESEC من اكثر البلايص اللي I got the chance to build a network، نتورك لشان لوكال لشان ناسيونال، ستادير انه نعرف برشا عباد في تونس كلكو سوا في الولايه اللي انا فيها ولا في الولايات نتاع تونس الاخرين الكل، كيف في كل بلاد في العالم براتيكمون مينيموم عندي عبد نعرفه. واللي الحاجه هذيا خلتني قوي في السيركل نتاع النتوركينغ نتاعي، واللي خلتني نتعرف على برشا عباد وبرشا دي كولتور ديفيرونت على الكولتور نتاعنا، او ميم طون خلتني ديفلوبي في السوفت سكيلز نتاعي، في البيرسوناليتي نتاعي، في الكومبيتونس نتاعي، اللي خلتني نكون احسن بيتر فيرجن اوف ماي سيلف، واللي خلتني نكون متصالحه مع روحي، واللي خلتني نكون فرحانه بالفيرسيون اللي انا عليها اليوم. I will never regret الاربع سنين اللي عديتهم في AIESEC، خاطر it's a one lifetime opportunity.